مرحبا بك ابتسام، اهلا بك وشكرا لك ولكل الساده المستمعين والمشاهدين. بالفعل يعني نقطه ساخنه كانت ربما ستهتم بانه اليوم أو انطلاق امتحانات البكالوريوس بكافه يعني معاهد الجمهوريه، كان المفترض انه على الاقل النقطه ساخنه نواكب بها عمليه الانطلاق هذه والسلاسه اللي تمر بها والظروف يعني الملائمه في احد المعاهد الجمهوريه او في وزاره التربيه او في مركز الامتحان. ولكن اللي صار 5 دقائق او 4 دقائق مباشره يعني بعد انطلاق الامتحانات، وهو اللي صار عمليه تسريب امتحان الفلسفه، وهذا خلى يعني ارباك يعني برشا ردود فعل صارت حول الموضوع، رغم انه الوزاره تعهدت في الامات الفرد انه السيناريو هذا مش باش يتكرر. واحد مواقف اللي جاء سريعا هو الجامعه العامه للتعليم الثانوي، يعني سي الاسعد العقوبي احنا معنا في المباشر. مرحبا بك سي الاسعد على اذاعه ديوان اف. اهلا وسهلا، مرحبا. 4 دقائق سي الاسعد كافيه انه موضوع مهم كما الفلسفه يتسرب. وعمليه التسريب ما هيش جديده، يعني عمليه تسريب الامتحانات بدات من تقريبا من 2010، بدينا نشهد في انتشار هذه الظاهره بشكل مخيف، وقلنا منذ البدايه كان موقفنا واضح انه هذا تسريب عكس ما تروج الوزارات المتعاقبه والوزاره الحاليه على لسان يعني مديرها العام، اللي ما زالوا يعتبرون هذا يعني محاوله غش لتفصي الوزاره من مسؤولياتها، وحتى لا يتم تسميه الاشياء بمسمياتها. يعني عندما يكون هناك امتحان وطني موجود يعني على صفحات التواصل الاجتماعي ويطلع عليه الملايين، يعني 4 دقائق بعد 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 صدوره وبعد توزيعه داخل القاعات، فهذا من نجم كان يكون مساس بمصداقيه الامتحانات ومساس بمبدا تكافؤ الفرص. الان السؤال، هل ال10 سنوات اللي تمت هل كانت فعلا هناك يعني رغبه سياسيه واراده سياسية صادقة في حماية هذه الامتحانات من يعني التشويه؟ لأن سمعة الامتحانات يعني الوطنية هي يعني سمعة الشهائد العلمية وسمعة هذه الشهائد يعني سواء في الداخل أو في الخارج تتأثر بالضرورة بهذه الظروف اللي تجري فيها الامتحانات. أنا أعتقد أن وزارة التربية، لا وزارة التربية ولا الحكومة كان لديها القرار السياسي لحماية هذه الامتحانات. لو قررت الحكومة ووزارة التربية يعني فعلا وبشكل صادق لحماية الامتحانات لاتخذت إجراءات بسيطة. الآن نحن في عصر التكنولوجيا، فضيحة يعني أن وزارة التربية فضيحة. حلو سي الأسعد، تعتبر أن الوزارة اليوم ما أخذتش هي المسؤولة على اللي صار مباشرة؟ هو وزارة التربية يعني للأسف الشديد يعني دائما تضع الحرب في غير موضعها، وحيث الحرب تتقلد سيفين من الخشب. فوزارة التربية منذ توا شهرين تقريبا وزير التربية يتحدث عن إجراءات لحماية الامتحانات، يهدد بالعقوبات السجنية، ثم انتهت الوزارة إلى الحل السحري. شنو هو الحل السحري؟ هو أنه نمنع ونطلب من المدرسين والإطار التربوي اللي يراقب الامتحانات بعدم اصطحاب الهواتف الجوال، بما يعني أنه وزارة التربية تريد أن توحي إلى الرأي العام بأنه أحد أسباب، إن لم يكن يعني السبب الوحيد في تسريب الامتحانات، هو حمل الإطار التربوي للهواتف. اعتقد انه هذا ذهاب في الطريق الخطا، وهذه يعني محاوله لرمي الكره للاطار التربوي. وكشفت يعني تسريبات اليوم انه هذه التسريبات يعني ستظل موجوده ومعالجتها لا يمكن ان تكون معالجه بهذه الاشكال العرجاء. انت عقبت على كلام تاع مدير عام الامتحانات، يقول هذا محاوله غش وليست عش غش، لانه الموضوع تسرب ولكن مش باش يخلوه يرجع للتلامذه. هو احنا الحقيقه سئمنا يعني هذه القوالب الجاهزه من المسؤولين، يعني تقريبا نفس السيناريو، نفس الجمله، نفس الديسكور اللي قدموا فيه، يعني يتوارثوا في نفس الديسكور منذ يعني الازل يعني داخل وزاره التربيه. ولا مسؤول يعني في وزاره التربيه خذاه على عاتقه ولا بادر ولا خذاه على عاتقه أن يغير على الأقل الديسكور. اسمعوا ديسكور مدير الامتحانات السنة الفارطة ومدير الامتحانات السنة اللي قبلها، وتابعوا هذه التصريحات وستجدونها أنها نفس التصريحات، يعني تقريبا حتى بالمصطلحات. يعني جماعة كان عندكم عديد النقاط التفاوض، عديد المرات تجلسوا مع الوزراء السابقين، هذا ما عندكم استراتيجية ربما؟ هو يعني كان
الموضوع هذايا منذ تقريبا 2012، يعني في أول تسريب حقيقي للامتحانات عندما سربت الامتحانات، وكانت هناك يعني تسريب الامتحانات قبل بيوم في مادة العربية لو تذكرون. كنا دائما يعني نطرح هذا الموضوع، وكنا دائما نتحدث مع وزارة التربية، وكنا كل عام نخرج بيانات ونعمل التنديد ونهدد بالضغط إلى غير ذلك، ونعمل الجلسات مع وزارة التربية قبل الامتحانات من أجل اتخاذ الإجراءات. اتفقنا على استعمال آلات التشويش، وشابه هذه الآلات التشويش يعني صفقات مشبوهة تحوم حولها شبهات فساد، لأنه هذه الآلات لم تشتغل بالشكل الجيد، والآن يعني تم التخلي عليها بعد ما خسرنا مال المجموعة الوطنية في هذه الأجهزة. وأعتقد أنه كما قلت معناها 10 سنوات من الحديث، وكأنك يعني تحدث جهة لا تريد أن تسمع، جهة لا تريد يعني أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حماية الامتحانات. هيك علاش احنا يعني للأمانة يعني فقدنا كل يعني كل الحلول وكل أمل في أن تصلح هذه الوزارة نفسها، لأنه احنا نراه أن الحلول بسيطة وبسيطة جدا. فضيحة كما قلت أن وزارة التربية غير قادرة قدام الدول، قدام وزارات التربية في دول أخرى يمكن يعني أقل منا، يعني استقلت أمس يعني، وقدرت على أنها تحمي امتحاناتها وقدرت على أنها تطور تعليمها، ونحن الآن يخرج مدير عام أو يخرج وزير تربية يتحدث أنه هذا ماهوش تسريب، هذا غش إلى غير ذلك، ونحن غير قادرين أنه نحمي امتحاناتنا. انت شككت في الإرادة السياسية ككل لهذه الحكومة انها تكون لها نية مع التغلب على ظهر هذه، لكن اليوم بعد 25 نجم نحكي انه على الاقل ما ثماش ربما اطراف سياسية موجودة، حكومة تبدو صار شنو اللي تغير معناتها؟ يعني انا في تقديري علاش ما ثماش اراده سياسيه، لانه الحل ماهوش حل تعجيزي حتى نقولوا ان الحكومه باش تقول انه عندي الاراده السياسيه ولكن الامكانيات ما ثماش. احنا نعتبر ان الحل بسيط جدا، والحل تقني يعني، والحل راهو ينجم يتصنع حتى بامكانيات الوزاره. كثير من المحاولات راهو عملوها المدرسين في التكنولوجيا والمدرسين في 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 في, في الاعلاميه، ولدينا نماذج وصلت حتى الى وزاره التربيه منذ سنوات، نماذج من تجهيزات يتم يعني يمكن اعتمادها باقل التكاليف ممكنة، توضع داخل القاعات، وهذه الآلات قادرة على إما التشويش أو قادرة على كشف أي جهاز يتم يعني وضعه موضع الخدمة أثناء الامتحانات. وبالتالي أعتبر الوزير هذا يعتبر كسابقيه تغيب إليه الكفاءة عندما لا تحمي الامتحانات، ويحدث في هذه الامتحانات ما حدث في زمن الوزراء السابقين، فلا يمكن الا ان تكون الوزاره الحاليه بوزيرها الحالي كسابقاتها في الوزاره، مثلا ما حد شيء يتغير. يعني احنا نحكم على اداء الوزراء وعلى اداء الوزاره، هل تطور ام تراجع، من خلال يعني مقارنتها بما سبق. الان ما سبق هو الحالي، وستستمر يعني أنا في تقديري يعني طالما ما تماش يعني هذه الإجراءات القانونية، لأنه المدرسين والإطار التربوي راهم ما ينجموش يعني يفتشوا التلامذة قبل دخولهم للامتحان. رانا داخلين امتحان وطني، يعني مئات يعني عشرات الالاف من اولادنا داخلين، نحب نرحبوا بهم، داخلين على اعصابهم، ولن نلعب دور المفتش يعني في في في, في الامتحانات. وبالتالي على وزاره التربيه ان تفهم انه المراقب امام هالتطورات التكنولوجيه الكبيره، المراقب يحتاج الى تكنولوجيات من اجل ان يقاوم هذه الظواهر الجديده في الغش. الغش قبل اللي كنا نجم نقاوموه وما كانش يتعداه هو هاك الوريقه اللي يجيبها التلميذ معاه، هاك الاساتذه كانوا يقاوموا فيها وينجموا يشدوها. اليوم التقنيات الحديثه تتطلب تقنيات حديثه، هل وفرت وزاره التربيه هذه التقنيات؟ لا، ما هي ما وفرتهاش، وبالتالي تتحمل المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه على ما يحدث في الامتحانات. انت سميتها فضيحه، وهي فضيحه على المستوى الوطني وربما حتى المستوى الدولي. تتطلب استقاله وزير مثلا؟ وأعتقد أنه الحديث على ما حدث ما ينجم كان يكون فضيحة، لأن قاعدة تتعاود. نسمعوا في دول قاعدة تاخذ في إجراءات، يعني ما شفناش في دول أخرى تسريبات كهذه، وإلا وحتى كان نشوفوها راهي شبيهة بتونس. وبالتالي أنا أعتقد أنه الأكبر من تغيير وزير وتغيير حكومة وكذا، هل تتوفر إرادة سياسية حقيقية في حماية المرفق
المرفق العمومي للتعليم، حماية هذه المنظومة العمومية، لأن الكل وين يصب؟ يصب في ضرب المنظومة العمومية، يصب في ضرب هذه المنظومة العمومية، يصب في تكريه الناس وتنفير الناس من هذه المنظومة العمومية. موقف كنقابة في المستقبل على الحالة هذه؟ وإحنا سنراقب يعني ما سيحدث في الامتحانات في الأيام القادمة. إحنا لم نكن ولا نريد أن يكون هناك يعني تحركات من طرفنا تشوش على أبنائنا وتشوش على السير العادي لهذه الامتحانات، ولكن إذا ضربت المقومات الأساسية لهذه الامتحانات، سريتها وتكافؤ الفرص فيها إلى حمايتها من هذه التسريبات، فأعتقد أنه من دورنا إحنا كقوة يعني نقبية أنه نحمي هذه الامتحانات وأنه نأخذ ما يتوجب من الإجراءات. سنترك هذا كما قلت لك لتقييم الوضع والتقييم السير الامتحانات في الأيام القادمة إن شاء الله. يا سيدي احنا كل ما نتمناه راه لسنا هنا يعني فقط لإدانة الوزارة، نحن هنا لنضغط على الوزارة من خلال مواقفنا، من خلال ما نقول فيه، من أجل أن تتخذ غدا إجراءات أكثر يعني جدية وأكثر فاعلية من أجل منع التسريبات. إن شاء الله احنا اليوم وزارة التربية تتخذ إجراءات كل ما نتمناه وسنكون سعداء. وتنقول الوزير التربية يعطيك الصحة وشكرا لك أنك بادرت وخذيت إجراءات، اليوم تغدو وما فماش تسريبات، وهذا ما نتمناه. شكرا لك إذا نسي الأستاذ العقوبي عن الجامعة نقابة التعليم الثانوي لكل هالمعطيات بخصوص حقيقة فضيحة التسريب، يعني 5 دقائق و4 دقائق فقط منذ انطلاق امتحان البكالوريا في مادة الفلسفة.